اللي اتخذها مراد قيس سعيد هل تعتبرها ربما هي تمثل الحل اليوم، تمثل الحل حتى ولو يكون بس صدمة لهذه الأزمات اللي نعيشها، أما ربما تعميق لهذه الأزمة اللي كنا نعيشها فيها؟ أنا بصراحة أنا أعتقد أنه يعني كنحطوا المعطيات اللي صارت قدامنا، يعني تطبيق الفصل 8 أو لنسمى حاجات مش في الفصل 8 دكتور، من غير ما ندخلوا فك النقاش اللي راه بيزنطي لحد ما بين حاجتين، يعني بين يعني التوصيف بالكلمات كما الثورة قبل، ثورة ولا ماهيش ثورة، اليوم نقولوا انقلاب ولا ماهوش انقلاب. احنا ناخذ المعطيات قدامنا، نحط الفصل 80، هل تم احترام الفصل 80؟ قطع النظر على احترام الفصل 80 ولو قطع النظر على توصيفه، هذه الاجراءات التي تم اتخاذها اليوم هل هي قادرة اليوم على حل حالة الأزمة، على حل الأزمة، أم احنا ماشيين لنصف المسار الديمقراطي اللي قاعدين نبنيو فيه لبنى منذ سنة 2011؟ الاجراءات اللي قاعد اتخاذها اللي يقع اتخاذها اليوم، ثم اولا ثم حاجات اللي هي مخيفة بالفعل. اولا ظهور الجيش في المشهد السياسي، والى جانب توصيف والى جانب اجتهاد معين في تسيير الدولة، هذا راهو بداية خطيرة. وكل الأوضاع المتقلبة التي تشهدها المنطقة، منطقتنا العربية الإسلامية وحتى بقية الدول في أمريكا الجنوبية وغيرها، بدأت بهذا الشكل، بدأت بإقحام الجيش داخل الصراع السياسي. اليوم الجيش يقف مع رؤية معينة، إذا كان اعتبرناها رؤية باش نبعدوا على التوصيف نتاع انقلاب ومش انقلاب، احنا نحب ناخذ المعطيات، وذا هو الاختيار. يعني المواطن التونسي متعود يرى الجيش في مكان معين، في مقاومة العنف المسلح، في الأزمات الكبيرة، في فيضانات، في أمور من قبيل هذا. اليوم ولا يراه أنه يقف، معناه خرج عن حياده، يطبق معناها رأي معين في السلطة، هذا خطير. احنا ديجا احنا فاش ماشيين توا، نحبوا نتحدثوا الناس كل على امن جمهوري باعتبار متاكدين ان الجيش نسميه جيش وطني، معناها بعيد عن الصراع السياسي، عن الصراع السياسي. لكن اليوم سير اللي يصير هذا هو الاختيار. حاجه اخرى في المشهد اليوم، وقت يقع لانه الفصل 80 لو نعتبر انه قاعد تطبيقه، ثم تدابير استثنائيه معناها باش يصير. لكن كيف نسمع رئيس الدوله يتحدث على تنظيم مؤقت للسلطات العموميه، اللي هو نظريا ما يجي الا في اطار غياب دستور او الاقدام على تحوير جزئي او كلي او وضع دستور جديد. في الحاله هذه نحن معناها الاجراء اللي خذاه رئيس الجمهوريه اليوم يعتبر انه فماش دستور، وقت يحكي على التنظيم المؤقت للسلطات العموميه، هذا لهنا انا لا اتوسم خيرا في الاوضاع. نعتبرها ماشيه في اتجاه واحد واتجاه مخيف.